اخوان احنا اليوم بدنا نفتش الحي مالتكم. احنا ما نفتش اي مكان من فراغ، وانما معلومات حول تواجد بعض عناصر داعش المهزوم بهاي المناطق. طبعا مما يؤسف له انه لا زال قسم من الناس يداهن او يفكر بعودة هذول المجرمين، ما يعرفون انه هذا امر من الخيال. يعني اللي صار بينا وبيكم مو قليل، من كل الاتجاهات، فعيب علينا وعلى شواربنا نستر على داعشي وما نخبر عليه. والله العظيم اي عائله تأوي داعشي وراح يمسك عندهم لا يفكرون يبقون لحظه بهاي المدينه، يشيلون وين ما يروحون يروحون. نموت تضحيات ودماء على ما تحررت هاي المدينه، وتاليا نرجع الى المربع الاول. من قسم منكم وليس كلكم. لك الحق، اليوم المواطن متعاون معانا بشكل كبير، لكن لا زال بعض ذوي النفوس الضعيفه اللي مني نفسه باماني ما تتحقق حتى بالاحلام. القوات الامنيه اليوم متعافيه الحمد لله، المواطن متعاون، لكن لازم نطلع هذول اللي انا اعتبرهم خونه. خونة بحق البلد وبحق أنفسهم، عندما يستر على قذر يريد يعيد نفسه ويعيد كذا ويسوي. احنا ما نريد يوميا نفتش ونطوق وكذا، نريد من عندكم انتو اهل البلد. البلد لا يهلها، مو للغريب، مو اللي جايني مدري منين. مدينة استبيحت 3 سنوات، الناس ذاقت لمرين، طهرت والحمد لله بدماء من كل العراق، كلهم جو حتى يحررون هاي المدينة. فاحنا اهل المفروض احنا اللي نحافظ عليها هسا. اللي ما يعجبه ولا زال الفكر موجود بباله خليه يطلع، لا يبقى بهاي المدينة. ما نريد احنا بيناتنا ناس يريدون خراب هذا البلد. والله العظيم فلا نطوق مكان ونفتش الى ما احنا متاثرين، لانه ما نريد نعطل مصالح الناس وشغلهم ومدارسهم وغيرها، لكن بدنا ننجبر لهذا الامر. ليش اكو مناطق هسه كل ساعتين من المعلومات، وانتو هالمناطق كم منطقة لسه ما جانا واحد خبر على داعش؟ ما يسوى ترس اذن خاله يريد يفرق هذا البلد، ما نقبل بهذا الشيء ابدا. وراح نحاسب بشدة والله العظيم لكل انسان يستر على داعش. خلوا ببالكم هذا الشيء، وما اريد اذاكم، الله شاهد. احنا لمصلحة اني ابن هاي المدينة. انقهر على مدينتي. انقهر على الساحل الايمن واللي صار بيه. احنا كلنا ولد مدينة الموصل ولد نينوى. اتمنى من عندكم ان تراجعون انفسكم وتخرجون السيئين من بيناتكم.